اصفر بسنيده حصل له صيده بسنيده حصل له صيده يتقدم الله بسنيده حصل له صيده ومحاوله تاتي باول الاهداف العينويه في شوط المباراه الاول. الزعيم يبدا الحوار مع العميد عن طريق اللاعب ساند في الهروب الكبير في الهروب الكبير من ركلة جزاء يصنعها فالدي ويترجمها ساند الأرجنتيني ويضع أول أهداف العينوية في شوط المباراة الأول لهذا اللقاء. دورينا في أهداف لازم لازم لازم